في اشاعه كبيره بالبلد عن تغيير الوزاره. ايه والله يا فايز، سمعت بهالشيء. يعني هذا الموضوع مجرد اشاعه ولا فيه هيك ريحه؟ لا مو مجرد اشاعه، لانه ما في دخان بلا نار، وعلى الاغلب رئيس حكومتنا رح يقدم استقاله الحكومه بهاليومين ثلاثه. شو هالحكي؟ يعني الحكومه طايره عن جد؟ نعم يا سيدي طايره. صبحي هات نار ابو لك. ومين بده يشكل وزاره جديده؟ مو معروف شيء لحد الا. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الوزاره ما صلى بالحكم سن زمان، عدم المؤاخذه يعني، ايه ما سخن تحتكم؟ انا بالنسبه الي سخن تحتي. بتعرف ليش يا فايز؟ لا والله ليش؟ لاني كنت مستلم حقيبه بالوزاره الماضيه، يعني هي تاني وزاره بكون عضو فيها. صحيح بالوزاره الماضيه كنت مستلم حقيبه المعارف، وبالوزاره الحاليه كنت مستلم حقيبه الشؤون القرويه، بس على الحالتين بيضل اسمي وزير، وبتعرف انت كلمه وزير مو سهله ابدا. اي لا طبعا مو سهله، بس صدقني انا زعلت عليك لما طلعت الاشاعه، وزعلت اكثر لما اكدت لي انت الاشاعه. وليش لتزعل؟ ما عاش الزعل. معقول يا عاصم بيك؟ معقول ما ازعل عليك؟ نحن رفعت عمر يا رجل، يعني المثل بيقول اذا صاحبك بخير انت بخير. ما اختلفنا، بس ليش لحتى تزعل علي؟ شي شلون ما بدي ازعل عليك وحضرتك رح تترك الوزاره بعد كم يوم؟ ومين قال لك اني رح اطلع برات الوزاره؟ مو هلا اكدت لي انه الحكومه رح تستقيل؟ بلى. واكيد هي رح تشكل الوزاره حزب من احزاب المعارضه لكم. ايه هذا شيء اكيد. معناته عدم المؤاخذه يعني حضرتك رح تقعد ببيتك بعد كم يوم؟ مو بالضروره. شلون يعني؟ يعني في احتمال 99% اني اطلع بتشكيل الحكومه الجديده. ليش بتعرفوا بده يشكل وزاره جديده؟ لا ما بعرفه، بس مين ما شكلها مو مشكله، اكيد ما رح ينساني. شلون بقى؟ معلش هاي حسابات معقده، ببقى بشرح لك اياها بوقت تاني. تاكل مدلوقه؟ عندي مدلوقه طيبه كتير، توصاي شغل الميدان. ايه المنيحه بدها سؤال عاصم بيك، بس لا تنتلق عليها كتير، شي منه ولا كله. يا صبحي. نعم عاصم بيك. هات المدلوقه قوام. حاضر. ما في بالعاده فايز يطول عندك كل هالقد. معك حق، بس غرقنا بالحديث من دون ما نحس. كنا عم نحكي عن الوزاره الجديده. ليش في وزاره جديده؟ ايه على الاغلب في. ايوه والوزاره القديمه رح تستقيل. يو وانت رح تستقيل معهم؟ ايه طبعا، يعني معقوله هن يستقيلوا وانا ضل جوات الوزاره؟ والله مو خبريه. يا شمات التهاني خانهم فينا. وليش تشمت التهاني خانهم فينا بقى؟ لانها كانت رح تموت غيره لما طلعت انت بالوزاره وسلموك حقيبه. الله وكيلك لما سمعت الخبر كانت رح تنفلق نصي. لكان اطمن يا نوال، تهاني خانهم ما رح تشمت فينا ابدا. وشو عرفك؟ لانه على الاغلب رح يضل معي حقيبه. إيه يعني رح تستقيل وتضل الحقيبه معك؟ ولك يا نوال الحقيبه تعبير مجازي، فكرك لما رح يسلموني الوزاره بيسلموني حقيبه شنتاي؟ عن جد بيسلموني اياها؟ ليكو الثانيه. لكن شلون رح تضل الحقيبه معك؟ في احتمال كبير اطلع بالتشكيل الوزاريه الجديده. عن جد؟ يعني في احتمال كبير. اي عاصم انت شو عرفك؟ بناء على التكتيك السياسي اللي انا متبعه والخط المنهجي اللي انا راسمه لمستقبلي، وحسب لعبة التوازنات السياسية بالبلد لازم يكون في إلي رجل بالوزارة الجديدة، ما في كلام. إلهي إلهي اسمع منك يا رب. شو عاصم بيك؟ النصبي بيك بده شكل وزارة. إيه والله يا فايز هيك دريت. وعرفت مين طالع فيها؟ عم يقولوا إنه رح تكون وزارة ائتلاف، يعني رح تضم على الأغلب كل القوى السياسية بالبلد. عظيم، شي حلو كتير. ايه حلو ما اختلفنا، بس انا ما بتوقع تطول كتير. ها وليش بقى؟ هيك حكومات هجينة وعلى مبدأ من كل قطر اغنية ما بتعمر زيادة، لانه بتكون يا فايز وزارة توازنات مو اكتر، وهالتوازنات هي معرضة بسرعة للاختلال. مثلا يعني خدها بالعقل، شلون حزب الرفاه والبنين بده يحكم البلد مع حزب الايادي البيضاء؟ وشلون بده يجتمع حزب سوريا اليوم مع حزب سوريا الأمس بحكومة واحدة؟ شلون؟ شلون بده يتفق حزب الرايات الخفاقة
مع حزب الطريق الوعر وفي بيناتهم مصنع الحداد، شلون فايز؟ معك حق. طيب وحزبكم حزب الحزام الأخضر ما له حصة بالوزارة؟ مبلا، رح يعطونا حقيبتين. ويا ترى طالع لك شي حقيبة من الحقيبتين؟ لا طبعا، لأنه قيادة الحزب عنا ما بترضى. شو يعني؟ طلعت برات الوزارة؟ هو بيني وبينك، أنا هالمرة مالي معتمد على حزبنا. لكن على مين معتمد؟ لا تستعجل فايز، بكرة بتعرف كل شي. أنت شو رأيك يا رامز؟ الحقيقة يا رزبي بيك، التوليفة معقولة كتير، وهيك بتكونوا رضيتوا كل الأحزاب والقوى السياسية بالبلد. بس بقيان حقيبة وزارة الشوارع والأزقة، هي لم يتم تعطوها. والله أنا محتار، وأنت شو رأيك؟ أنا رأيي لازم نرضي الصناعيين والتجار الكبار بالبلد. وأنا هيك عم أقول، وزارة الشوارع والأزقة المفروض نعطيها لوجه صناعي أو رجل أعمال مهم، وبهالحالة منكون حبكناها من كل الأطراف. طيب برأيك لم نعطيها يا رامز؟ سيدي شو رأيكم بعاصم كهريز؟ عاصم كهريز فكرة معقولة كتير، خصوصا أنه عاصم وجه معروف بالبلد وعنده خبرة سياسية كبيرة باعتباره كان بوزارتين الأبلي. تصل لي فيه فورا. حاضر زبيبي. أهلين رامز أفندي، شو أخبارك؟ إيه لا ماشي الحال، عم ندفعش. نعم؟ نظمي بيك بده يشوفني؟ الموضوع مهم كتير؟ إيه ليش لا؟ إمتى ما بيحب أنا جاهز. هلا دغري؟ معناها الموضوع سخن كتير. طيب ماشي الحال، مشوار الطريق بكون عندكم. الله معك، مع السلامة رامز أفندي. شفتي شلون؟ هاي نظمي بيك طلبني. شو يعني؟ رح يسلموك حقيبة بالوزارة الجديدة؟ أكيد رح يسلموني حقيبة، لكن ليش طالبني؟ أصبح وينك؟ إذا خيرك بين حقيبتين ثلاثة، نقي لك واحدة محرزة، ها؟ مو تستحي؟ يا نوال أنا ما بتفرق معي، المهم استلم حقيبة، المهم يكون إلي بكل وزارة عم تتشكل أصبعها، وما أطلع من المولد بلا حموص. يلا السلام عليك، بيكونوا عم ينطروني. يدبرني. خبرني شو بيصير معك، لا تنسى. إن شاء الله. الله معك، الله يوفقك يا رب. شو يا عاصم بيك؟ اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. سمعونا الفاتحة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك يا أخي. شلون دبرت حالك بوزارة الشوارع والأزقة؟ ما بعرف، بالفعل طلعت معلم. شوف يا فايز، السياسة لعبتي المفضلة، ولحتى أقدر ألعبها صح لازم أتقن قواعد اللعبة السياسية بهالبلد. وإنت بتعرف كل قواعد اللعبة السياسية؟ طبعا، والدليل هاي ثالث وزارة بتتشكل وأنا فيها. فعلا أنت الوزير الوحيد اللي كان له نصيب بالوزارات الثلاثة اللي تشكلت. إيه لكان حتى تعرف اني عم بلعب اللعبة صح وماسك كل خيوط اللعبة بايدي. طيب نورنا عاصم بيك، علمنا على قواعد اللعبة اللي عم تحكي عنها، عسى ولعل ينومنا من الحب جانب.
مو مشكلة، معك معك بتتعلم يا فايز. صباح الخير. صباح الخير. شلونك فايز؟ أهلين أهلين عاصم بيك. خير، ما في بالعادة تجي لعندي أنت بهالوقت. ليش ما أدري شو صار؟ لا والله خير. حكومة نظمي بيك قدمت استقالتها. شو هالحكي؟ أنت؟ هلا سمعت بأخبار السبع وربع؟ العمى، شو هالمفاجأة هاي؟ بالفعل ما كانت محسوبة أبدا يا فايز أفندي. ويا ترى كلفوا حدا بتشكيل الوزارة ولا لسه؟ إيه كلفوا سعيد بيك الهامش. سعيد الهامش؟ إيه بس هذا طول عمره عايش على الهامش. بتعرفه عاصم بيه؟ معرفة سطحية من بعيد لبعيد. اللي لشوف يا فايز أفندي، سمعت شي تاني كمان؟ ما سمعت شي، هذا اللي زاعوا. طيب إشاعات، ما سمعت شي إشاعات؟ يعني اللي بقصده الناس شو عم تحكي؟ عم بيقولوا إنه الحكومة حكومة إصلاح ومعظم أعضائها رح تكون من التيارات المحافظة بالبلد. صحيح، أكيد هالشي لأنه سعيد الهامش محسوب على المحافظين. استناني شوي لألبس أوعيي. ليش وين نروح على السرايا؟ لا شو على السرايا، شو بدنا بالسرايا هلا؟ بدنا نروح على الجامع نصلي لنا ركعتين. على الجامع؟ إيه ما بتحب تصلي بالجامع أنت؟ إيه مبلا مبلا. يلا دقيقتين بس ما بطول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اتكلنا عليك يا رب العباد. يعني اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. إذن سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله يا الله، يا رب وفقنا لما فيه صلاح هذه الأمة يا رب. اللهم سدرا. مبروك الوزارة الجديدة يا عاصم بيك. يا سيدي الله يبارك فيك. بدك الصراحة ما توقعتك تطلع بالوزارة الجديدة. وليش بقى؟ يا أخي حسيتك بعيد عن الطبخة. لا يا فايز اوعى تغلط، أنا ما في طبخة بتنطبخ وبكون بعيد عنها. ما اختلفنا، بس مو لدرجة تستلم حقيبة الشؤون الدينية. ليش ما بتلبق لي هيك وزارة؟ لا والله بتلبق لك، بس بدي أعرف شلون شلون عم تزبط معك كل مرة. هاي رابع وزارة بتتشكل وبتضل فيها، يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ولا همك، راح أفهمك. اللهم صلي على النبي. هات لشوف. لا لا مو هلا، اليوم المساء على العشاء بنحكي على رواق وبفهمك. طيب ليش مو هلا؟ هلا جايني وفد مشايخ كبير كتير بدهم يباركولي بالوزارة، خليها للمساء أحسن. مثل ما بتكون. صحيح قبل ما انسى، صبحي عنا كمية هيلطية كافية للمساء؟ اي سيدي، هات شوف، فهمني قواعد اللعبة اللي عم تحكي فيها. تكرم عينك، رح فهمك. أول كل شيء، اللي على أي أساس بيختار الوزير عنا؟ ما بعرف، على أي أساس؟ عندك عدة احتمالات. نعم. يا أما بده يكون محسوب على شي حزب، أو على شي تيار سياسي مهم بهالبلد. هاي فهمناها. يا أما بده يكون وجه اجتماعي بارز وابن عيلة كبيرة بتتعاطى العمل السياسي. وهي كمان فهمناها. يا أما بده يكون له تاريخ سياسي ونضالي مهم، يعني مجاهد كبير، مناضل عتيق، خطيب سياسي لامع، يعني داخل المعترك السياسي على صغار. هاي ببصم لك فيها بالعشرة. وغيره؟
يا اما بده يكون محسوب على شيء قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد بالبلد، يعني صناعي بارز، ملاك كبير، مستثمر مهم، او مسيطر على شيء قطاع حرفي مفصلي. باختصار لازم يكون ابن سوق وصاحب كلمة وتأثير ونفوذ في هذا السوق. هاي ما بنختلف عليها، بس انت شو على انه محسوب من كل هدول؟ يا سيدي انا محسوب على الكل، وهي اللعبة اللي عم بلعبها. يعني باختصار انا رجل التوازنات في هذا البلد، لاني جامع المجد من كل اطرافه، لاني بين السياسيين الكبار سياسي كبير، بين التجار والصناعيين تاجر له كلمة وسطوة، وبين المجاهدين مجاهد وصاحب تاريخ نضالي، وبين الدينين مفتي، وبين التقدميين طليعي، وبين الرجعيين متزمت، وبالوزارة الأولى أخذوني مشان اسم عائلتي المرموق، وبيت كهريز بيت سياسي عريق كتير بهالبلد وما بده اثنين يحكوا فيه. اي طبعاً عاصم بيك. وبالوزارة الثانية أخذوني مشان حزبي، حزب الحزام الأخضر. وبالوزارة الثالثة أخذوني مشان يرضوا قطاع الصناعيين والتجار بهالبلد، لأني طبعاً محسوب عليهم. وبالوزارة الرابعة أخذوني لأني محسوب على رجال الدين الأخيار بهالبلد، ودائماً بعمل موالد وجمعات وعظات ببيتي. يعني باختصار أنا يا فايز كيف ما لحشني بجي واقف على رجلي. هلا فهمت، فعلاً أنت داهية وعبقري على الحالة، مستقبلاً لازم يكلفوك بتشكيل الحكومة. لا لا لا، الله لا يقدر، الله يبعدني عنه. أصلاً أنا مستحيل أقبل بهيك شيء. إيه وليش بقى؟ لأنه رئيس الحكومة بيقعد له فترة وبعدين بيمشي، وأنا ما بدي أستلم هيك منصب سنة سنتين زمان وبعدين أقعد ببيتي، ما بدي. خليني وزير دائم بهالوزارات المتعاقبة أحسن لي، يعني حقيبة دائمة بالإيد أحسن من 20 حقيبة على الشجرة يا فايز. بهيرة افتحي الباب. أكيد هذا فايز. يو وشو عرفك إنه فايز؟ ولو يا نوان، أكيد فايز سمع استقالة الوزارة وجاي يخبرني. إيه طيب لأقوم حضر الفطور أنا لك. إيه بيكون أحسن. صباح الخير. صباحك عربي بصلاة على النبي. كسر السفرة؟ هلا مو وقت كسر السفرة يا عربي. كسرها سوا. قال لي لشوف، سمعت الأخبار؟ إيه سمعتها، قصدك خبر استقالة الوزارة ما هي؟ لك في غيره؟ سمعت وعود. شو عاصم بيك؟ شايف مبرد قلبك كتير. شو بدك يعني أعمل يعني؟ هلا أنت دريت مين حيشكل وزارة جديدة؟ إيه دريت؟ جماعة التأميم والإصلاح الاجتماعي. اي مزبوط، بس هدول ما بيطلع لك تفت خبز بصحنه. ليش بقى يا فايز؟ اشو ليش بقى؟ انت من سابع المستحيلات تقدر تدبر حالك معه. ليش؟ شو المانع؟ اسمع يا رفيق فايز، انا قلت لك من زمان انه ما في طبخة بتنطبخ الا لازم يكون الي اصبع فيها، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، بس شو رح تعمل هلا؟ بسيطة، رح أمم حالي يا رفيق فايز. نعم؟ شو ما فهمت شو رح تعمل؟ يا سيدي رح اكتب المعمل يلي عندي باسم العمال، ورح وزع الاراضي يلي عندي على الفلاحين. شو بدهم اكثر من هيك؟ اصلا انا من طول عمري تقدمي وطليعي، وبحارب الفكر الاقطاعي والراسمالي والرجعي والامبريالي. إيه حاجتنا رجعيه بقى، كفاها الله حاجه. بس بهالطريقه رح تضحي باموالك. بجوز، بس شو اقولكن، الكرسي بيجيب المال ولا المال بيجيب الكرسي؟ اصفنوا فيها شوي، اصفنوا على مهلكم، مالي مستعجل.